السلام عليكم. النهارده كلامنا بعيد عن كورونا، هو مش بعيد قوي عن كورونا. النهارده كلامنا عن شامبو وسبراي فعال جدا 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 لتساقط الشعر وعلاج الصلع الوراثي والتعلبه، وكمان تخفيف او تقليل قشره الشعر، وكمان زياده الحواجب، وكمان برضو تتقيل الدقن او لفراغات الدقن بمنتج طبيعي 100% مع افضل مكمل غذائي ممكن تاخدوه ليه علاج تساقط الشعر، وفي نفس الوقت هيزود مناعتكم عشان كورونا. عرفتوا ليه بقى انه مش بعيد عن كورونا قوي الموضوع؟ النهارده هنتكلم عن الكورس ده. ايه بقى حكايه الكورس اللي انا برشحه النهارده ده؟ كورس اعتقد انه من افضل الحاجات اللي اتكلمت عنها على الاطلاق. طبعا اتكلمت قبل كده عن حاجات لتساقط الشعر كتير جدا، بالكافيين، بحاجات شبيهه بالكامينوموتو الياباني، بالكلام ده كله. بس النهارده هتكلم عن حاجه المفروض فريده من نوعها للناس اللي جربت الحاجات دي وما جابتش معاها نتيجه. كل ما بنلاقي حاجه فريده في السوق المصري لازم نكلمكم عنها. زمان كان لما حد يكون عنده تعلبه او فراغات في دقنه او في حواجبه او في شعره، كانوا بيقولوا لك هات فص توم وحطه على المنطقه دي هتعالج القصه دي. بس طبعا موضوع فص التوم ده بيعمل التهابات وبيعمل حساسيه، وياما دكاتره بتوع جلديه حذروا منه. عشان كده النهارده هتكلم عن المنتج الوحيد اللي موجود في السوق المصري، هو ايطالي، منتج ايطالي موجود في السوق المصري بس بتعبى هنا في مصر، اسمه نيو هير سوليوشن. والشامبو بتاعه ده 15% توم بس بدون ريحه، مفيش ريحه نهائي. يعني مشكلة التوم انه ليه ريحة محدش بيحبها، هنا خلاصة التوم بنسبة 15%، نسبة عالية جدا وفي نفس الوقت ملوش اي ريحة. التوم حاجة، او خلاصة التوم الايطالية اللي متعبي هنا في مصر، النيو هير سوليوشن والشامبو بتاعه، ميزتها ان هي ممكن تستعمل لحالات التساقط، حالات الصلع الوراثي، حالات التعلبة، ينفع للأطفال من أول سنتين وطالع، ينفع للحوامل، للمرضعات، للرجال، لأي حد ممكن يستعمله، تركيبة طبيعية مأمونة 100%. لو عندك صلع وراثي ممكن تستعمله مع المينوكسيديل، مفيش مشكلة. يعني تستعمل مثلا ده ليلا والمينوكسيديل صباحا، مفيش أي مشاكل خالص، بالعكس هيبقى أفيد بكتير. الناس اللي عاملين ميزوثيرابي أو جلسات بلازما هيبقى حاجة هامة جدا تستعمليه بالليل مع الجلسات اللي بتعمليها كمان. واحدة كانت بتستعمل مينوكسيديل وبعدين حملت، البديل للمينوكسيديل أثناء الحمل هو النيو هير اللي هو خلاصة التوم اللي ما بتديش ريحة. طيب كمان لو حواجبك خفيفة عايزة تقليها، النيو هير رهيب في القصة دي. برضو لو واحد عنده دقنه خفيفة وعايز يتقلها برضو مميز جدا في القصة دي. كان في قبل كده صنف ياباني اسمه سورسير، غالي جدا، كان نسبة التوم فيه 10% وما كانش مسجل في السوق، كان بيجي متقرب، كان علبة ب 600 او 700 جنيه. ده ارخص بكتير وايطالي، يعني مستورد برضو، وخلاصة التوم فيه 15% مش 10%، فده افضل بكتير بمراحل. كمان هو مش خلاصة التوم 15% وشكرا، لا، السوليوشن كمان فيه 10% جرجير، زيت الجرجير اللي فيه مليان زنك، مليان فيتامين ايه، مليان سي، فيتامين سي، مليان حديد، مليان كبريت، كلها حاجات مفيدة جدا للشعر. غير كمان ان فيه خلاصة الجيرم اويل او زيت جنين القمح اللي هو غني جدا بفيتامين اي وفيتامين بي، كلها حاجات مغذيات للشعر. غير كمان ان فيه منسول، المنسول ده بيدي احساس الكولينج، يعني انتعاش كده لما تحط السوليوشن. غير كده كمان ان فيه زيت الخروع كترطيب للشعر، المحلول ده ما بينشفش الشعر لما تستعمليه، وفي نفس الوقت ما بيخليش الشعر يلزق في بعضه، ففي الحتتين ما بيلزقش وفي نفس الوقت ما بينشفش الشعر. الجرعة بتاعته 6 بخات مع التدليك، تدليك خفيف كده صباحا، و6 بخات مساء، او 10 بخات ليلا لو هتستعمليه مع المينوكسيديل. لو في صلع ممكن يستعمل 10 بخات ليلا والمينوكسيديل صباحا، لو عايزه تستعمليه الصبح وبالليل يبقى 6 بخات الصبح و6 بخات بالليل، للاطفال 4 بخات الصبح و4 بخات بالليل.
طيب العلبة بكام؟ العلبة دي ب 230 جنيه، 230 جنيه هتكفيكي لو هتستعملي 6 بخات الصبح، ال6 بخات بملي وهو 150 مللي، يعني انت هتستعملي 2 مللي في اليوم، يعني هتقضيكي 75 يوم ب 230 جنيه. اعتقد انها رخيصة جدا بالنسبة للانواع الكتير التانية اللي في السوق. واستنوا برضو موضوع السعر عليه عرض هقوله لكم في اخر الفيديو. المهم النيو هير ده سوليوشن. طيب الشامبو، الشامبو زيه بالظبط نفس الخلاصات، متضاف ليها الجينسنج. الجينسنج ده بيزود الدم في بصيلات الشعر، وفي نفس الوقت كمان هو خالي على فكرة، الشامبو بتاعه خالي من السلفيت، خالي من البرابين. يعني حضرتك لو عاملة بروتين بوظ لك الدنيا، او عاملة صبغات، او عاملة اي حاجة، ده مأمون جدا، مفيش فيه ولا برابين ولا سلفيت ولا اي حاجة، حاجة طبيعية 100%. خلاصة الجينسنج بتزود وصول الدم لبصيلات الشعر، غير كمان في زيت الجوجوبا، زيت اللوز، زيت الخروع، كلها حاجات مرطبات للشعر، مش بينشف الشعر نهائيا. كمان التركيبه دي هو ده ب 120 جنيه، الشامبو وده ب 230 جنيه، يعني الاثنين ب 350 جنيه. عندنا هنا في الصيدليه احنا بنديهم مع بعض الاثنين ب 300، يعني بتدفعي 300 مكان 350. ده عرض خاص بينا، ده ب 230 وده ب 120، الاجمالي 350، احنا بنطلعهم ب 300. الميزه كمان ان ليهم تاثير في تقليل القشره، تقليل القشره، فمعنى كده ان انت لو عندك قشره في شعرك واستعملتيهم مميز جدا جدا جدا. هو تقليل مش انه ينهي القشره، انما بيقلل القشره. ممكن تستعمليها لو قشره تقيله قوي، ممكن تستعملي معاه الكريلا محلول او ديبروسالك محلول كل يوم بالليل. طيب ايه بقى المكمل الغذائي اللي ممكن نستعمله معاه؟ انا هرشح لكم النهارده الهايبوتنسي فورميولا. الهايبوتنسي فورميولا من افضل الحاجات اللي موجوده في السوق المصري على الاطلاق، وكمان هيديك المناعه اللازمه في قصه كورونا. كلنا بندور في كورونا على الزنك، هنا الزنك 11 مللي جرام موجود في الهايبوتنسي فورميولا، فهيديك مناعه حبايه واحده في اليوم منه، هتديك المناعه وفي نفس الوقت هيفيد الشعر بدرجه كبيره جدا. ميزه الهايبوتنسي فورميولا واللي خلاني ارشحه مع النيو هير سوليوشن والشامبو بتاعه كده كورس متكامل، الهايبوتنسي فورميولا مش بيزود الوزن نهائيا، مش بيزود الشعر في الجسم، تركيبته بيشتغل بثلاث محاور رئيسيه. اولا هو بيزود الدوره الدمويه اللي واصله بصيلات الشعر، وده هام جدا، بيدي الشعر كل الفيتامينات والمعادن اللي هو محتاجها، 12 فيتامين ومعدن موجودين فيه، غير كمان ان هو حاجه بتزود الطاقه اللي الشعر عايزها او خلايا الشعر عايزها عشان ينمو. طبعا مليان في 11 مللي جرام نحاس، في البيوتين، يعني بيوتين وزنك اقصد، وفي النحاس، النحاس اللي بيمنع او بيقلل ظهور الشيب. ناس كتير بتسال عن منتج يكون فيه نسبه نحاس معقوله، ده فيه نسبه نحاس معقوله جدا، فهيقلل ظهور الشيب. يعني الهايبوتنسي خديه او خده هيقلل ظهور الشيب، وفي نفس الوقت هيدي للشعر المعادن اللي هو عايزاه، زنك ونحاس وبيوتين، وفي حديد، في منجنيز، في كمان نياسين، في حديد، في يود حتى، في كل المعادن، 12 معدن الشعر محتاجهم عشان ياخد النمو الكافي. واهم حاجه مش بيزود الوزن ولا بيزود الشعر في الجسم، حبايه واحده يوميا حتى هتديك المناعه. الناس اللي بتدور على الزنك، الزنك موجود اهو، هيظبط شعرنا وبشرتنا وفي نفس الوقت هيدي المناعه. الكورس ده المفروض النيو هير سوليوشن من بعد اول 3 اسابيع هتحس النتيجه. طب نستعمله قد ايه؟ لو استعملناه طول العمر ايه المشكله؟ مفيش اي ضرر خالص، بس هو مش زي المينوكسيديل، يعني اول ما هنوقفه الشعر هيقع، لا خالص، حاجه طبيعيه مامونه بنصحكم بيها دايما. اي حاجه جديده في السوق المصري لازم نعرفكم عليها. على فكره الهايبوتنسي فورميولا الشريط العلبه على بعضها ب 46 جنيه 3 شرايط، يبقى 46 جنيه 3 شرايط، ودول ب 350 نازلين عندنا عرض ب 300، 300 و 46 جنيه. شكرا جزيلا لكم.